And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارك راي كيو 8، وهذا نتيجة النتائج نفس ما تشوفون على السريع. توكسب اكس فاز 5 اصوات، فرق عنا انتيلز بواحد، كان في 16 صوت. هذه النتائج نفس ما قاعد تشوفونها. دك بروفايل، ومع دك بروفايل وأذى اللي تأخرنا عليكم يا جماعة، رمضان اعذرونا، ما شهر كامل ما في الا فيديوين ثلاث، ما علي بسمع علي. ان شاء الله من اليوم ورايح راح تعرفون ان شاء الله افضل وافضل. عموما نبلش بالدك بروفايل مال توكسابكس جي اكس. وتوكسابكس جي اكس يقول اتش بي 210 ستيج 1 جيد تمام. اتاك الاول وان سايكيك انرجي سبايك كان فليب فور كوين. This attack does 30 damage times amount of heads. على كل قط أربع كوينات على كل هيد طق 30، يعني تقريبا أغلب الوقت راح تطق 60 مع choice band 90. وفادتني المرة باريت بالتستينج، باريت كواد سيلفيون شكلت عليه بهالطقة لما فزت تمام. بعدين طقتنا اللي راح نلعب فيها أكثر شيء super intense poison. Your opponent is now poisoned. بعدين تحط 10 دمج كاونتر بدال واحد بتوين ترن، يعني اذا طقه هذه ينتهي دور 100 دمج، بعد اذا هو ما سوى سويتش ونهى دور يصير عليه 100 دمج ثانيه، فهذه 200. فيعني جميل الطقه صراحه. توتال شيلتر 150. بعدها اذا مطق الجي اكس اتاك هذا بريفنت اول افكتس اوف اتاك انكلودينج دمج، ما تنطق ما تتعور ما في افكتات الا اذا سووا لك الايساندر او الامور هذه. ويكنس سايكيك ريتريت كوست 3 تمام. فهذا هو النجم مالنا. فاحنا نلعب 4 ماريني، 3 توكسيبكس جي اكس، وواحد من توكسيبكس مال سنمون العادي، بس كذي سبايسي تك، يعني ما مو واو، هو عادي. الابيليتي مال احنا نلعب عشان الابيليتي اللي هو whenever your opponent active pokemon retreat their new active pokemon is now poisoned. فانت يوم تطق طقه توكسيبكس الكبير الجي اكس هو راح يسوي ريتريت، فيوم يسوي ريتريت البوكيمون اللي هاي بويزن، وعارفين السيناريو يعني ان تشكيله بويزن مليقه، يعني عرفت شلون. فهذا هو اثنين تابو ليلي، مره ثانيه ما عندك تابو ليلي تقدر تحط اي شيء مكانها، يسوي لك سيرتش يسوي لك شيء، لكن تابو ليلي هي الممتازه بشكل عام. 4 جاربدور لاين اب، احنا قاعدين نلعب 4 جاربدور. ليش جاربدور؟ لأن توكسيبكس ياخذ 3 سايكيك انرجي، فانت تبي شريك حق جاربدور ما يكلف وايد انرجي، شريك حق توكسيبكس ما يكلف وايد انرجي اللي هو جاربدور، فحق انرجي واحد فهو ليت جيم، يعني تطق في اخر شيء تفجرهم تفجيرا. تقدر تلعب 3-3 وتحط مكانه اي شيء، لكن الدك فيه حل فيه مكان وايد. يوم ينزل بيرنينج شادوز ان شاء الله راح في اشياء في بويزن تقدر تغير الشيلد تبدل. قاعدين نلعب اثنين انرجي سويتش، يعني تحتاج ساعة انرجي واحد بدله، ليش لا؟ تمام، واحد فيلد بلور واحد سوبر رود، لأنه ليش لا؟ تقدر بدل سوبر رود تحط ريسكيو ستراتشر، بس عشان ساعتنا بنسوي ريسايكل حق الانرجي لأن البوكيمون مالنا يكلف انرجيز. وباي ذا واي نقدر نستخدم الجي اكس اتاك تابو كيور لأنه وان ساكك انرجي، فحطوها ببالكم هذه تمام. 4 الترا بول، 4 فيرسو سيكر، 3 التار اوف ذا مون، يعطيني ريتريت كوست 1 بدل ريتريت كوست شو اسمه 3، وحق تابو ليلي يصير ريتريت كوست ببلاش تمام. بريدجت واحده طق فيرست تيرن تابو ليلي بريدجت، تجيب ماريني 2 وترابش 2 يصير خوش بلاي، يعني ممتاز. او 3 ترابش او 3 ماريني 1 ترابش على حسب شلون انت تبلش. فبريدجت دلينكوينت مع جاربدور، يعني طق دلينكوينت طيح الستاديوم، اذا طيح ايتمات جاربدور يتالي، واحد هيكس مانياك، واحد ليلي، اثنين لايساندر، 3 ان، واحده اولمبيا سويتشنج ليش لا، 3 سيكامور، 3 تشويس باند، 2 شو اسمه فلوتستون شارلت وايت تمام، 10 سايكيك انرجي. وبالنهايه الانرجي تقدر تزيد تقدر تبدل تقدر تنقص، اتوقع تحتاجون تزيدون انرجي، يعني تقدر تطيح شوي جاربدور تزيد انرجيز، او تطيح انرجي سويتش اذا تبي ما عجبتك تزيد انرجيز، وتقدر تحط ريسكيو ستراتشر. الدك في مكان وايد وفي روم حق التعديل وايد، لكن انا مجرد ما اعطيك تمبلت اعطيك فريم انت بعدين تحط الاشياء اللي انت تبيهم بالدك. اتمنى يكون الدك عجبكم،
ولايك كومنت سبسكرايب الامور الطيبه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله. حتى نسيت انه من كذا ما مزابه ونزل فيديوهات ما ادري ايش اقول. لايك كومنت ما ادري شنو الترتيب. عموما كوع لي اللايك والسلام عليكم ورحمه الله. زين كويتيين يعلكم الماح ان شاء الله.